تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، نظمت وزارة التربية والتعليم حفل تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمشروع تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، بحضور الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والسيد منصور محمد نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المسؤولين المختصين والمدعوين، وذلك بصالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى. واليوم ولله الحمد وصلنا إلى المرحلة النهائية للتصفيات المحلية لمسابقة تحدي القراءة العربي، وطبعا هذه مسابقة تحظى بأهمية بالغة جدا في جميع مدارس مملكة البحرين سواء الحكومية والخاصة، وهناك مشاركة غفيرة جدا من جميع المدارس على مستوى الطلبة وعلى مستوى التنافس بين المؤسسات نفسها. اليوم تأهل يعني الفائز بالمركز الأول من بين العشر طلبة الذين سوف يشاركون في التصفيات الدولية بإذنه تعالى. في نفس الوقت تعرفنا على أفضل العاملين في هذا المجال من المدربين ومن المدارس ومن المنسقين، وطبعا نحن سعداء بأن نشارك في مثل هذه المسابقة السنوية المتميزة في الواقع، وهي إحدى مبادرات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا سعداء جدا تواجدنا اليوم في مملكة البحرين الشقيقة. إحنا سعداء جدا أن في إقبال كبير من الطلاب في مملكة البحرين الشقيقة من الطلاب والطالبات. تحدي القراءة العربي يعتبر تظاهرة قرائية الأكبر في العالم على مستوى اللغة العربية. في البحرين تقريبا 134 ألف طالب وطالبة شاركوا من 286 مدرسة تقريبا. العديد من المشرفين والمشرفات شرفوا على هذا التحدي. نحن جدا سعداء. هناك بعد طلاب من أصحاب فئة الهمم شاركوا في هذا التحدي. فهذا التحدي يعتبر الأكبر على مستوى العالم. على مستوى العالم تقريبا هناك 24 مليون و800 ألف طالب وطالبة مشارك في هذا التحدي من 46 دولة. مشروع تحدي القراءة العربي يعد أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة بين جيل الأطفال والشباب، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 134 ألف طالب وطالبة من 252 مدرسة حكومية وخاصة. بفضل من الله الحمد لله كسبنا المدرسة المتميزة لهذه المبادرة في هذه الدورة. نهدي فوزنا لوزارة التربية والتعليم أولاً، لمدرسة مريم بنت عمران، وإن شاء الله بإذن الله دائماً متميزين في محافل ترتقي بمملكتنا الحبيبة مملكة البحرين بإذن الله. كان مسابقة تحدي القراءة العربي مهم جداً في حياتي. مسابقة تحدي القراءة العربي كنت يعني سعيد جدا لمشاركة في هذا التحدي، وسعيد جدا لوصولي هذه المرحلة أخير في البحرين. شعور الفوز دائما شعور جميل لا يضاهيه شعور ألذ من العسل، وبالتالي شعور الفخر دائما يكون موجود بأني أنجزت واستطعت تحقيق هذا المركز رغم الصعوبات. هل تعرف عندما تختلط المشاعر بحيث أنك لا تدرك حتى كونها، إنه مزيج من الصدمة أو السعادة والعديد من المشاعر لدرجة أنك لا تعي مما تشعر به؟ أنا مسرورة جدا لحصولي على هذا المركز، ومسرورة بشكل كبير لكوني جزءا من هؤلاء الطلاب الذين سيقودون مملكة البحرين نحو الأفضل ونحو المستقبل الزاهر. أهدي هذا الإنجاز لوالدي في البداية، ولمعلماتي معلمات مدرسة العهد الزاهر التي ساندنني في كل خطوة، وأهدي هذا الفوز أيضا لمديرة المدرسة الفاضلة التي كان لها الجزء الكبير من هذا الفضل، ولمملكة البحرين ووزارة التربية والتعليم التي لولاها ما كنا لنشارك في هذه المبادرة. وأهدي أيضا هذا الفوز لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي ساندنا بهذه المبادرة العظيمة التي جعلت من العديد من الطلاب نجوما تزهر في بحر القراءة. شاركت في تحدي القراءة العربي حوالي 6 مرات، وها أنا ذا اليوم أحصد نتيجة تعبي وجهدي. إن مشاركتي هذه كانت
حافلة بالتميز، كما أنني أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته هذه وكون فوزي بالمركز التاسع على مستوى مملكة البحرين. كذلك أوجه الشكر لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله تعالى ورعاه، وللشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما أنني أوجه رسالة إلى جيلنا هذا بأن لا يستسلموا ويقوموا بصنع أحلامهم وأهدافهم بأيديهم. أنا سعيدة جدا بمشاركتي بتحدي القراءة العربي. مشروع تحدي القراءة العربي هذا العام كشف عن عدد كبير من الطلبة البحرينيين المتميزين، ومن ضمنهم نخبة من أصحاب الهمم، الأمر الذي يبشر بمستقبل مزدهر لمملكة البحرين من خلال جيل يحب القراءة ويتخذ من المعرفة أرضية صلبة لتحقيق المنجزات العربية. نظم مركز عبد الرحمن كارو الثقافي ندوة بعنوان عبد الله المحرقي والغوص في الذاكرة. تأتي هذه الندوة في سلسلة أنشطة يقوم بها المركز في مختلف الأنشطة الثقافية لإثراء وفائدة المجتمع. وواحدة من توجهاتنا طبعاً أن احنا في كل موسم ثقافي نستضيف اسم شخصية أو شخصيتين من أعلام الثقافة في مملكة البحرين. وطبعاً احنا سعيدين جداً اليوم أن احنا راح نحتفي بالفنان الكبير الشخصية الوطنية المتميزة الرائدة الأستاذ عبدالله المحرقي، احتفاءً بإنجازاته وتاريخه الجميل سواء محلياً ولا عربياً ولا دولياً. يعني مثل هذه الشخصيات احنا جداً نسعد أن احنا نقدر نقدم لهم حتى لو شيء بسيط يظل في ذاكرة أهل البحرين وفي ذاكرة المجتمع، أن هذه الشباب اليوم يتعلمون أن في شخصيات رائدة قدمت الكثير، ونبي اسمها يظل دائما موجود في بالنا جميعا. شهدت الندوة حضورا من محبي الرسم والفن بشكل عام بمختلف الأجناس والأعمار، وتحدث فيها الأستاذين عباس الموسوي وعمر الراشد عن ومضات من معايشتهم لحياة المحرقي، بينما تحدث نجله الفنان خالد المحرقي عن سيرته معهم وارتباطه بالأسرة. الوالد كان قبل وقته أو قبل زمانه، ليش؟ إنه كان هو يعني صج ما كان عنده الكمبيوتر والتكنولوجيا اللي نستعملها اليوم، بس كان يعني مثل ما يقولون ياخذ المعلومات من كل مكان على أساس يجرب شيء جديد، ويعني دائما كان يحب يخترع. والفنان إذا ما يخترع ما بيعبر عن فنه. تأتي هذه الندوة احتفاء وتقديرا لجهود الفنان الكبير عبد الله المحرقي، واستذكارا لأعماله الفنية المتعددة سواء في الفن التشكيلي أو الكاريكاتير. تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، نظمت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع بيت التمويل الكويتي احتفالاً خاصاً لتكريم الكوادر التعليمية والإدارية التي أسهمت في نجاح العام الدراسي، وتكريم الطلبة الذين أنهوا دراستهم الثانوية بتفوق في المسارات المختلفة خلال الحفل الذي أقيم في فندق الريتز، وذلك في إطار حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تقدير إنجازات الطلبة والمدارس وتشجيعهم على مواصلة رحلتهم التعليمية لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة. تخرجت بمعدل 99.8% والحمد لله، يعني كلي مشاعر فخر وفرح بهذا الإنجاز. تخرجت بمعدل 99.6. صراحة اليوم شعور لا يوصف، فرح مع توتر، ردت عادة مشاعر حفل التخرج مرة ثانية. أكيد هذا الشعور ما يوصف أول شيء، والحمد لله ختمتها في تخرج في معدل كنت أبيه، وإن شاء الله أطمح للي أبيه اللي هو التمريض إن شاء الله، ونوصل للمراتب العليا. الحمد لله يعني أن الله رزقني أني أتخرج من الثانوي يعني بهالمعدل، وسعيدة جدا أني تخرجت يعني برفقة أصدقاء الحمد لله عليهم، وأني أسعدت والديني.
ضمن الجهود المكثفة بهدف القضاء على ظاهرة العمالة السائبة، قامت وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بتنفيذ حملة تفتيشية في محافظة العاصمة شملت عددا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة. تقوم إدارة البحث والمتابعة بتكثيف حملات التفتيشية في مختلف محافظات مملكة البحرين بشكل دوري ومستمر، وذلك لرصد العمالة السائبة والمخالفة. تم رصد عدد من المخالفين يزولون منحة العمل بشكل مخالف ومن غير تصريح. شارك وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة التفتيش في الحملة المشتركة مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك الوقوف على مخالفات الباعة المتجولين والعربات. احنا حاليا نتأكد بدورنا كمفتشين من التراخيص اللازمة المتواجدة في المحلات، وأيضا حبيت أضيف أن احنا فخورين بمشاركة المتطوعين معنا في هذه المهام كمساندين. نفذت هذه الحملة التفتيشية من منطلق الاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة والتأكد من التزام العمالة بقانون الإقامة في مملكة البحرين وأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل والوقوف على أي مخالفات أو إجراءات غير قانونية.